عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين قناة مطبخ أمينة. إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بإذن الله غادي نديروا الطريقة ديال القطر اللي غادي نحتاجه في الشباكية وفي في البريوات ولا سمبوسة ديال اللوز. غادي نحتاج هنا، أنا خديت المقياس بهاد الزلافة، خديت هنا عندي خديت 5 ديال السكر، يعني فيكم المقدار اللي غادي تاخدو. غتاخدو مثلا الا خديتو 4 غتاخدو 2 ماي، خديتو 3 سكر تاخدو 1.5 ماي، تاخدو مثلا 4 سكر تاخدو 2 ماي، 6 تاخدو 3 ماي. يعني دائما الماي كيكون نصف ديال السكر. هنا انا عندي 5 فخديت القياس هنايا ديال 2.5 ديال الماء. غادي نحتاج معاهم هنا ليمونة حامضة مغسولة ومقطعة نصفين، هيا غادي نحطها هنا. ملي غادي نحط هاد الماء هذا غادي نحاول نحركه باش يتمزج الماء مع السكر، يدوب تقريبا السكر وسط الماء. غادي نحتاج هنا خديت ملعقه ديال الشاي، شاي اخضر. كنحتاج هاد الشاش هذا، كنحط فيه هذيك الملعقه ديال الشاي، كنحاول نجمعها. غادي نديرها في وحده ثانيه باش يتجمع عندي هنا هذاك الشاي ما يطلعليش من هذه الكرموسة. كنجيب خيط كنمسكها هنا بالخيط، تمسكها مزيان باش ما تفتحش عندي. بهذه الطريقه نحاول نربط هذا حتى هو. بهذه الطريقه ها هي كيف كتشوفوا، فكنحطها هنا وكنربطها في اليد ديال الجدر. كندير عواد قرفة، عندي عودين ديال القرفة، وعندي حبات نص ملعقة صغيرة ديال حب المسمار ولا قرنفل، حتى هما غادي نديرهم في الشاش. نديرهم بهذه الطريقة نفس ما حطيت الشاي. حتى هما غادي ندير لهم الخيط. نفس الشيء غادي نربطهم في اليد ديال الجدر. باش ملي كنبغي ملي كيخلص عندي القطر ملي كيخلص كيسهل عليا اني تنطلعهم بسرعه. ماشي مشكله ما تربطهمش في الخيط، راه عادي. هنا غادي نحطهم على النار وغادي نخليه، ومن بعد غادي نرجع نوريكم كيفاش غادي نشوفوا نعرفوا راه خلص عندنا
النور خلاص استوى خلص عندي. الحين من بعد ما خليته غلا ساعة و30 دقيقة كيف كتشوفوها هو كيفاش ولا عندي. انا غادي نطفي عليه هنا كيفاش كيولي اللون ديالو ها هو كيفاش كتشوفوه. والليمون شوفوا كيفاش ولا عندي حتى هو ها هو. هنا ملي كنحط هذاك الشاي كيساعدني باش كيعطيه هذا اللون الاحمر. والقرفه والمسمار كيساعدوا كيعطيوه نسمه يعني كيولي منسم بداك القرفه والمسمار كيعطيني واحد النسمه زوينه كيكون منسم. دابا هذا غادي نحطو يبرد ونشوف واش انا وصلت لذاك القوام اللي بغيت ولا مازال. الحين طبعا ها هو كيف كتشوفوا هو عندي. انا حطيت شويه بالثلاجه باش يبرد صافي. هذا هو الحجم اللي انا بغيت القوام ديالو. دابا راه بارد مزيان. دابا راه مازال ملي لان كنت حاطاه بالفريزر غادي مازال غادي ترخف شويه. وهذا هو الشكل النهائي اللي انا بغيت. راه مازال غادي يبرد غادي نشوفه ان شاء الله ملي غادي نستخدمه في الشبكيه ولا البريوات ان شاء الله غادي نشوفه كيفاش غادي يكون باذن الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال العسل ديالنا اللي درنا. بعد ما كيبرد تماما كيولي بحال هكا. هذه هو القوام ديالو باش ملي كنديروا فيه طبعا كنحطوا فيه شبكيه ولا كنحطوا فيه البريوات سخان راه كيزيد يطلق بوحدو تيطلق تيزيد تيخفى فيولي شويه خفيف. هذا هو الشكل النهائي وان شاء الله تجربوه ويعني ما تندموش عليه لان بزاف تنشوف تيسولوا كيفاش كديروا باش تطيبوا العسل. هذا هو الطريقه والطريقه ناجحه 100%. ما تخافوش منها.